السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم طلاب الصف السابع؟ اليوم إن شاء الله راح نتناول الكتابة اللي هي صفحة 17، طبعا تنوين الفتح، التاء المربوطة والمبسوطة، والتاء المربوطة والهاء، وإنشاء وإن شاء الله. طبعا جميع هاي المواضيع تناولناها، بس هاي مراجعة بسيطة راح تكون لها سابع. خلينا نستذكر قبل ما نحل أول تدريب بشكل سريع التاء المربوطة والمبسوطة والهاء المربوطة. خلينا نستذكر يا سامي شو حكينا عنهم، متى انا بكتب عند الاملاء تاء مربوطه ومتى تاء مبسوطه ومتى بتكون هاي هاء مربوطه. اول شيء خلينا نستذكر تعريف التاء المربوطه. التاء المربوطه بتيجي بهذا الشكل، زي مثلا مكتبه. الان كلمه مكتبه انا كتبتها بالتاء المربوطه، شو السبب؟ راح نجرب طريقتين اللي هما الوصل اللي هي التسكين، راح نجرب طريقتين اللي هي الوصل واللي هي الوقف. الوقف اللي هي التسكين والوصل اللي هي ايش؟ التحريك. يعني مو بدي احط سكون، بدي احط حركه وبدي اشوف شو بيطلع معي يا سابع. الان انا لو حكيت مكتبه عند التسكين شو طلعت؟ هاء. طلعت هاء عند التسكين اللي هو ايش؟ اللي هو الوقف. الان لما اجي انا احركها مكتبة، طلعت معي ايش؟ طلعت معي تاء. طلعت معي تاء عند التحريك اللي هو الوصل، وهاء عند التسكين اللي هو ايش؟ اللي هو الوقف. اذا مكتبة عند التسكين، مكتبة، تاء عند الوصل والتحريك. اللي بتلفظ تاء عند التحريك وهاء عند الوقف هاي بعتبرها تاء مربوطة. إذا التاء المربوطة هي التي تلفظ هاء عند الوقف وتاء عند الوصل. لما أحكي وقف بقصد فيها التسكين اللي هي السكون ياء سابع، ولما أحكي الوصل بقصد فيها التحريك، يعني بحط لها حركة. ماشي؟ إذا متى بعرف إنها تاء مربوطة؟ لما أسكنها بتطلع معي هاء، ولما أحركها بتطلع معي تاء، يعني مرة بتطلع معي تاء ومرة إيش؟ ومرة هاء، هاي رح تكتب بطريقة التاء المربوطة. بالنسبة للتاء المبسوطة، بنت. الآن بنت أنا كتبتها بالتاء المبسوطة، رح تسألني ليش؟ راح نجرب الطريقتين اللي حكيت لك عنهم، الوصل والوقف. خلينا نسكنها عند الوقف بنت، خلينا نحركها عند الوصل بنتن. شو بتلاحظ ياء سابع؟ انها ظهرت معي تاء على الجهتين، سواء بالوصل وسواء بالوقف طلعت معي ايش؟ تاء. اذا التاء المبسوطة هي التي تلفظ تاء عند الوقف والوصل، يعني دائما بلفظها تاء، سواء أنا وقفت عليها سكنتها أو حركتها دائما تلفظ إيش؟ تاء. الهاء المربوطة وجه صديق. طيب الآن راح تسألني ليش ما كتبناها هاء مربوطة مثلا، ليش كتبناها هاء؟ خلينا نجرب طريقة الوصل وطريقة الوقف. خلينا نوقف عليها عن السكنة سابع. وجه طلعت معي هاء، وجه طلعت معي هاء، على الجهتين طلعت هاء، سواء وقفنا أو سكناها أو وصلناها طلعت معنا إيش؟ طلعت معنا هاء. اللي بتطلع معي على الجهتين هاء يا سابع بكتبها هاء مربوطة. إذا الهاء المربوطة هي التي تلفظ هاء سواء عند الوقف أو الوصل، على الجهتين بلفظها أنا هاء، سواء وقفنا عليها أو وصلناها تلفظ عندي إيش؟ هاء. الآن في أمامي تدريب اللي هو واحد، خلينا نحل هذا التدريب. املأ الفراغ بما يناسبه مما بين القوسين فيما يأتي، يعني راح أحط إما ها
هاء مربوطة بهذا الشكل أو تاء مربوطة بهذا الشكل أو تاء مبسوطة، اعتماد على القاعدة اللي حكيت لك عنها يا سابع. عثر وائل على قلادة. الآن جرب معي الوصل، الوقف، قلادة. طيب حركها، قلادة. إذا راح تكون تاء مربوطة لأنها ظهرت معي مرة هاء ومرة تاء. طيب شو الشكل راح أكتب للتاء المربوطة؟ المنفرد ولا بما إنه الحرف دال لا يكون وصله ما بعده، إذا راح تكتب بهذه الطريقة. عثر وائل على قلادة في الحديقة. لاحظ معي طلعت معي هاء عند التسكين، في الحديقة تاء عند الوصل. إذا تاء مربوطة وراح تكتب بهذا الشكل لأنه ما قبلها يمكن وصله ما بعدها، من الحروف التي توصل ما بعدها. ماشي. المجاورة، المجاورة. طلعت معي مرة تاء ومرة هاء وراح تكتب بالتاء المربوطة المنفردة لأنه سبقها راء زي الدال، من الحروف التي لا يمكن وصلها ما بعدها. عثر وائل على قلادة في الحديقة المجاورة للبيت. سكننا بيت للبيت، طلعت معي على الجهتين تاء، إذا هي إيش راح تكون يا سابع؟ راح تكون التاء المبسوطة للبيت. فقالت، فقالت سكناها تاء، فقالت طلعت معي تاء على الجهتين، إذا هي راح تكون التاء المبسوطة. فقالت له، 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 له. إذا شو راح تكون عندي هون؟ له، له على الجهتين هاء، إذا هي الهاء المربوطة بس راح تكون بهذا الشكل. فقالت له أمه، أمه على الجهتين هاء، أمه، أمه، إذا هي هاء مربوطة. إنها لجارتنا، اذهب إليها وقل لها لقد وجدت، وجدت، وجدت على الجهتين، طلعت معي تاء، إذا هي التاء المبسوطة. لقد وجدت هذه، هذه على الجهتين هاء، إذا هي الهاء المربوطة المنفردة، الهاء المربوطة إيش؟ المنفردة. وهي لك. ذهب وائل فردت، فردت على الجهتين تاء، إذا راح تكون هي التاء المبسوطة. فردت جارتهم أشكرك يا وائل فإني كنت، 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 صليت معي على الجهتين تاء، إذا هي التاء إيش؟ المبسوطة. فإني كنت أبحث عنها. راح تعمل نفس الطريقة يا سابع عشان تعرف تميز التاء المربوطة من الهاء المربوطة من التاء المبسوطة، نفس ما احنا عملنا بنفس الطريقة. القاعدة الثانية الإملائية اللي هي راح تحكي عن تنوين الفتح. أعد كتابة الكلمات التي تحتها خط في الجمل الآتية منونة بتنوين الفتح. خلينا نستذكر قاعدة تنوين الفتح. تنوين الفتح، الآن لما أجي أنون الكلمة أو الاسم بتنوين الفتح يا سابع، إما راح تكون تنوين بدون ألف تنوين أو تنوين مع ألف تنوين الفتح. طبعا التنوين راح أحطه على الحرف اللي قبل، إما راح تكون تنوين فتح أو ألف تنوين الفتح. الآن شو هي ألف تنوين الفتح؟ هي ألف تزاد في آخر الأسماء المنونة بتنوين الفتح. ألف تنوين الفتح هي ألف تزاد في آخر الأسماء المنونة بتنوين الفتح. هي ألف تزاد في آخر الأسماء المنونة بتنوين الفتح. طيب الآن خلينا نكتب مجموعة من الكلمات. سماء، جزء، عبء،
كتاب ضحى قصة خليك معي. لو طلبت منك يا سابع تنولني هاي الأسماء اللي موجودة بتنوين الفتح، طبعا التنوين بيختص بالأسماء فقط، كيف بدي أعرف متى راح أكتفي بوضع التنوين فقط ومتى راح أضيف لآخر الاسم ألف تنوين الفتح؟ الآن لو أخذنا كلمة سماء وطلبت منك تنولني إياها بتنوين الفتح، بنلاحظ إنه كلمة سماء انتهت بهمزة وهاي الهمزة مسبوقة بإيش؟ بألف. إذا كان الاسم منتهي بهمزة مسبوق بألف عند تنوينه بتنوين الفتح أكتفي بوضع تنوين الفتح فقط، ما بزيد ألف تنوين الفتح، أكتفي بوضع تنوين إيش؟ تنوين الفتح، لا تزاد ألف تنوين الفتح في هاي الحالة، لا تزاد ألف تنوين الفتح. نيجي لكلمة جزء. الآن كلمة جزء بنلاحظ إنه الاسم هذا منتهي بهمزة لكن الهمزة ليست مسبوقة بألف، هون الهمزة مسبوقة بألف اكتفينا بوضع التنوين، بينما هنا الهمزة ليست مسبوقة بألف. إذا كانت الهمزة غير مسبوقة بألف باجي بضيف ألف تنوين الفتح، شو بعمل؟ بضيف ألف تنوين الفتح، شو بتصير؟ جزء، راح أضيف ألف تنوين الفتح. عب نفس الطريقة، الآن منتهي بهمزة، هاي الهمزة غير مسبوقة بألف، راح أزيد لها ألف تنوين الفتح. طيب الآن كيف راح أكتب الهمزة؟ منفردة ولا كيف يعني؟ الآن الباء من الحروف التي يمكن وصلها ما بعدها، إذا كان ما قبل الهمزة من الحروف التي يمكن وصلها ما بعدها معناته أنا بكتب الهمزة على نبرة، بتصير بهاي الطريقة عبأً عبأً. الآن كتاب، إحنا حكينا لا تزاد ألف تنوين الفتح إذا كانت الكلمة منتهية بألف مقصورة، هون لا تزاد. ضحى تاء مربوطة قصة لا تزاد، همزة مسبوقة بألف، هاي الحالات ما لا تزاد فيها ألف تنوين إيش؟ الفتح. طبعا هنا لم تنتهي لا بتاء مربوطة ولا بألف مقصورة ولا بهمزة مسبوقة بألف، إذا رح أزيد ألف تنوين الفتح، رح تضاف إليها ألف تنوين الفتح ورح تكتب بهذه الطريقة كتابا. إذا الحالات التي لا تزاد فيها ألف تنوين الفتح، إذا كان الاسم منتهي بألف مقصورة، تاء مربوطة، همزة الشرط أنها تكون مسبوقة بألف، إذا ما كانت الهمزة مسبوقة بألف تزاد ألف تنوين الفتح، وإذا كانت منتهية بحرف غير هدول الأشياء أنا بزيد ألف تنوين الفتح، بضيف ألف تنوين الفتح. الآن بالنسبة لعبة، إذا كانت الهمزة مسبوقة بحرف من الحروف التي يمكن وصلها ما بعدها بكتب الهمزة على نبرة عند إضافة ألف تنوين الفتح، وإذا كانت من الحروف التي لا يمكن وصلها تبقى على السطر زي جزء، هون إزاي من الحروف التي لا يمكن وصلها ما بعدها، عشان هيك خلينا الهمزة على السطر. ماشي يا سابع. الآن خلينا نحل التدريب اللي موجود أمامنا. أعد كتابة الكلمات التي تحتها خط في الجمل الآتية منونة بتنوين الفتح. ألف حفر الفلاح البئر لتتجمع مياه الأمطار فيها. الآن موجود عندي البئرة، رح أنونها بتنوين الفتح، طبعا رح أشيل ألف التعريف لأنه ما بزبط بحكي أحكي البئرا، رح تصير ب. طيب بنلاحظ انه ما انتهت لا بتاء مربوطه ولا بألف مقصوره ولا بهمزه مسبوقه بألف، معناته انا راح اضيف ألف تنوين الفتح، راح تصير ب رن، وراح احط التنوين على الحرف اللي قبل الألف، راح تصبح حفر الفلاح بئرا لتتجمع مياه الأمطار فيها. طبعا ما بصير اوصل لأن الراء لا يجوز وصلها ما بعدها. ب. دونت معلمة التربية الرياضية الأسماء المشاركة في سباق الضاحية. طبعا رح أشيلها للتعريف. أس
طب راح أشوف هل ممكن أضيف تنوين الفتح ولا ألف تنوين الفتح. الآن بنلاحظ أن الهمزة مسبوقة بألف، إحنا قلنا إذا الهمزة مسبوقة بألف إذا لا تضاف ألف تنوين الفتح، وبكتفي بوضع التنوين، اكتفيت بوضع التنوين. مشاركة طبعا منتهي بتاء مربوطة، حكينا تنتهي بتاء مربوطة لا تضاف ألف تنوين الفتح، وبكتفي بوضع إيش؟ بوضع تنوين الفتح. جيم اشترى ضياء الفطيرة والعصير من المقصف المدرسي. راح تصير عندي فطيرة وعصير. طب الآن بنلاحظ إنه هاي منتهية بتاء مربوطة، وإحنا حكينا إذا انتهت بتاء مربوطة ما بضيف ألف تنوين الفتح وبكتفي بوضع التنوين. فطيرة. الآن عصير بنلاحظ إنه لا انتهت بتاء مربوطة ولا بألف مقصورة ولا بهمزة مسبوقة بألف، إذا في هاي الحالة أنا راح أضيف ألف تنوين الفتح، صارت إيش؟ صارت عصيرا. دال رسمت الفنانة البستان المليئة بالأشجار. أول شيء راح أكتب الكلمات بدون آل التعريف، بعدين راح أشوف يا سابع راح أضيف التنوين ولا لا. بستان مليء. الآن بستان ما انتهت لا بتاء مربوطة ولا بألف مقصورة ولا بهمزة مسبوقة بألف، معناته راح أضيف ألف تنوين الفتح، صارت بستانا. مليء نفس الشيء، هون الهمزة الشرط إني ما أزيد ألف التنوين هتكون مسبوقة بألف، هون لم تسبق بألف، معناته أنا راح أضيف ألف تنوين الفتح، والياء من الحروف التي يمكن وصلها ما بعدها، معناته راح أكتبها على نبرة تصبح بستانا مليئا. بستانا مليئا. ها خفف العبء عن أخيك. عبء بنلاحظ يا سابع انه الهمزة غير مسبوقة بألف، معناته انا راح اضيف ألف تنوين الفتح، والباء من الحروف التي يمكن وصلها بعدها فراح تكتب بهذه الطريقة، راح احطها على نبرة صارت عبئا. صارت ايش؟ عبئا. القاعدة الثالثة اللي راح تتحدث انه كيف احنا ميزنا عند الكتابة الإملائية بين إنشاء وإن شاء الله. كيف راح أفرق يا سابع بين كتابة الإملائية؟ كيف متى راح أكتب إنشاء؟ ومتى راح أكتب إن شاء الله؟ الآن كلمة إنشاء بمعنى بناء، كلمة إنشاء بمعنى بناء، إن شاء الله بمعنى إرادة الله، إذا أراد الله. يعني أنا بدي أحكي إشي بدي أحكي إن شاء الله، يعني إذا أراد الله سأتخرج من الجامعة إن شاء الله إذا أراد الله. الآن كلمة إنشاء بتيجي معنى بناء، إذا كانت الجملة معنى البناء أنا بحط إنشاء، راح تكتب بهاي الكلمة متصلة، راح أكتبها متصلة. أما إذا جاءت بمعنى إرادة الله فراح تكتب إن منفصلة عن شاء، راح تكتب إن منفصلة عن إيش؟ عن شاء. فمن الخطأ الشائع إنه إحنا راح نكتب إنشاء متصلة مع بعضها لأنه صارت معنى بناء. الآن إن شاء الله إرادة الله راح تكتب الإن منفصلة عن شاء، أما إذا كانت معنى بناء فراح أكتبها كلمة واحدة اللي هي إيش؟ اللي هي إنشاء، حسب المعنى أنا راح أكتبها إما منفصلة أو متصلة. إذا جاءت معنى إرادة الله بفصلها، إذا جاءت معنى البناء راح تكتب متصلة كلمة واحدة. خلينا نشوف المطلوب مني إني أستخدمها في جملة مفيدة من تعبيرك. خلينا نحط الجملة ونشوف كيف كتبناها. أبدع العامل في إنشاء البيت. إنشاء معنى بناء، إذا راح تكتب هاي المتصلة في إنشاء البيت. هون جاءت معنى إيش؟ معنى بناء.
كتبناها متصلة، جاءت معنا البناء. طيب، سأتخرج من الجامعة. أنت بتحكي سأتخرج من الجامعة، شو بتحكي؟ بإرادة الله، إن شاء الله، معناته رح أكتبها منفصلة، إن شاء الله. إذا تكتب إيش؟ منفصلة، لأنها جاءت بمعنى إرادة الله، يعني إذا أراد الله. إذا أراد الله. الآن يا سابع جهزي دفترك الإملاء، رح نكتب الإملاء. استمع مني. السياحة الداخلية واحدة من أهم دعائم الاقتصاد الوطني الأردني، ركز على الهمزات. وتلجأ شركات السياحة إلى المجلات والصحف اليومية ومواقع التواصل الاجتماعي لنشر عروضها وخدماتها، ليقبل الناس على زيارة المواقع الأثرية استمتاعا بها وقضاء لوقت جميل فيها. رح أعيد. السياحة الداخلية واحدة من أهم دعائم الاقتصاد الوطني الأردني، وتلجأ شركات السياحة إلى المجلات والصحف اليومية ومواقع التواصل الاجتماعي لنشر عروضها وخدماتها، ليقبل الناس على زيارة المواقع الأثرية استمتاعا بها وقضاء لوقت جميل فيها. اكتب الإملاء يا سابع وبعث لي على الخاص. الآن التعبير الموجود أمامي، اكتب في دفترك موضوعا تعبيريا تتقمص خلاله دور مرشد سياحي مستخدما الأساليب اللغوية المتنوعة ومستعينا بما يأتي. راح تكتب موضوع تعبير تتقمص فيه، يعني تتخيل أنك أنت مرشد سياحي. اتخيل الموقف قبل ما تبدأ في الكتابة يا سابع، عشان تعرف تكتب لازم اتخيل اني انا مرشد سياحي وراح اكتب موضوع تعبير. شو راح اعمل انا؟ راح استخدم الاساليب اللغوية المتنوعة، الاستفهام، التعجب، الترحيب بالسائحين، كيف راح ترحب بهم، تعريف بنفسك، تعرف نفسك، بيان مهمتك، تعريف الموقع السياحي الذي تنوي التوجه اليه، وصف ما يشاهده السائحون في الموقع السياحي. اذا هذا التعبير راح يكون معك واجب. الآن بالنسبة للنشيد اللي موجود أمامي راح نقرأه، بس قراءة ما راح يكون داخل معكم في الامتحان، بس إنك تتدرب على قراءته يا سابع. ماشي. هذا النشيد بس راح نقرأه قراءة، اتدرب على قراءته قراءة سليمة وما راح يكون داخل معك في الامتحان. صباح الخير يا وطني. عباس الديلمي. صباح الخير يا وطنا يسير بمجده العالي إلى الأعلى، ويا أرضا عشقنا رملها والسفح والشطآن والسهلة. صباح الخير يا قمما إليك الشمس تهدي القبلة الأولى، وأنت الخير يا من في كتاب الله ذكرك آية تتلى. وأنت الخير يا بلدي يا بلدي، ترابك طهر من صلى وماؤك من دمي أغلى، وحبك هدي من ضل حماك الخالق المولى. على منديلك الأخضر سكبت عواطفي عطرا، وفوق جبينك الأسمر رأيت المجد والفخر. وفيك بحبنا الأكبر أذوب بلوعة حرة، ترابك طهر من صلى وماؤك من دمي أغلى، وحبك هدي من ضل حماك الخالق المولى. اللي بدي اياه منك يا سابع من النشيد انه تستخرج لي الضمائر المتصله وتعرب لي اياها. استخرج الضمائر المتصله واعربها، سواء كانت رفع او نصب او جر. ماشي. قرات لك نجوم البحر، راح نقراها قراءه. نجوم البحر. يروى أن رجلا كان يمشي على أحد الشواطئ بعد ليلة عاصفة،
ومن بعيد رأى فتاة تلتقط أشياء من على الرمل وتلقي بها في البحر. سار إليها متعجبا ليسألها عما تفعل. قالت الفتاة: أعيد نجوم البحر إلى الماء. فقال الرجل: ولكن الشاطئ ممتد مئات الأميال وعليه ملايين النجوم التي انحسر عنها الماء، فلن تستطيعي تغيير مصيرها جميعا. التقطت الفتاة نجمة من على الرمل ورمتها في البحر وقالت للرجل: ولكنني غيرت مصير هذه. فبدأ الرجل مساعدتها إعجابا منه بهمتها وخجلا من أن يقف متفرجا. الحصة القادمة إن شاء الله راح نتناول درس القراءة اللي هو بعنوان مرض السكري. ماشي يا سابع، ولا تنسى الواجب اللي كلفتك فيه والإملاء، ويعطيكم العافية.